قول لي ربنا الاول بس يخليك. النقله من قطاع الناشئين لمدير الكره بنادي انبي، ونادي انبي كلنا نعشق نادي انبي او نحب نادي انبي، النادي اللي عمل اداء ومحترم في الكره المصريه على مدار سنوات عديده، له بصمات عديده من الانديه الكبيره اللي كانت دائما يعني ند الانديه الكبيره في الدوري الممتاز زي الاهلي والزمالك. يمكن انبي بقاله سنتين او ثلاثه بعيد شويه عن هذه القوة وهذه السمعة الكبيرة، قول لي التجربة الجديدة بالنسبة لحضرتك. والله طبعا هي الناس فاكره ان هي نقله كبيره او حاجه، هو انا بس عايز اوضح حاجه ان انا من قطاع الناشئين بقالي تقريبا حوالي 15 سنه في القطاع، في الجزء الاداري تحديدا يعني مع الكابتن امام، وبعد كده لوحدي كرئيس قطاع. فالموضوع مش بعيد يعني، الموضوع في قطاع الناشئين انت العدد اكبر شويه، يمكن الاعداد هنا الفريق الاول العدد محدود شويه، فهي القصه بالنسبة لقطاع الناشئين أو نقلة فريق الأول، لأ هو شغلة حاجة واحدة بالنسبة لي يعني. أنت نفس تقريبا الجوب هي الموجودة، بس الليفل مختلف شوية، اللعيبة أكبر شوية، فالعدد ممكن يبقى يسمح لك أن أنت تقدر تليد الموضوع. بالنسبة لي الموضوع أنا شايف أنه هو خطوة كانت بتتعدلها من فترة يعني، بالنسبة لنا كمحمد إسماعيل، أن أنا ده الكارير اللي انا اتجهت له من ايام ما كنت مدرب، ان انا خدت الكارير بتاع الاداره الفنيه، تقدر تسميها الاداره الفنيه. فالموضوع بالنسبه لي ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه. بالنسبه لحضرتك بتقوله ان فرقه انبي بقى لها سنتين الدنيا، انا اتفق معاك تماما، بس اعتقد الفتره اللي جايه ان شاء الله بدون مقاطعه يعني الموضوع هيتغير، ابتداء من الموسم ده ان شاء الله هيبقى موسم مختلف لانبي بقياده مجلس الاداره الجديد اللي جه السنه دي برئاسه الاستاذ ايمن الشريعي. احنا حاطين استراتيجيه، وصدقوني والله اللي انا الكلام اللي بقوله لك يا كريم مش كلام، عشان في بعض الناس بتقول ان هو كلام، لا هي فعلا حقيقه. طيب انا هسالك سؤال بشكل او باخر يعني، ايه هي اللي ممكن نقول دي اماره انبي للموسم ده انه ان شاء الله ينجح ويقدم اداء كويس؟ يعني مثلا صفقات، مثلا جهاز فني محترم، تدعيمات، حفاظ على لاعبين، يعني ايه اللي مخليك مطمن ان انبي السنه دي هيظهر بشكل كويس؟ الموضوع بيبقى مش جزء واحد يا كريم يعني، مش جزء مثلا مدير فني او جزء لعيبه او جزء حتى اداره، لازم المنظومه كلها صح هي اللي تبقى مكتمله، وده اللي مطمني ان الاداره عايزه نفس الهدف، الجهاز الفني بقياده الكابتن احمد كشري نفس الهدف، مدير الكوره بنفس، حتى اللعيبه اللي احنا اخترناهم احنا روحنا للكواليتي ده. الناس حاسه ان احنا ما عملناش صفقات كبيره كاسامي اسماء، بس انا اوعدكم السنه دي ان في اسماء هتلمع في الدوري الممتاز كالعاده من الانبي. فاحنا المنظومه كلها اجتمعت على الهدف ده، ان احنا السنه دي الموضوع هيبقى مختلف، سواء جهاز فني، سواء لعيبه، سواء اداره، فاحنا ماشيين بخطه ثابته، واعتقد احنا ماشيين بهدوء شويه، وان شاء الله ان شاء الله الموسم ده اوعدك ان انبي هيبقى بشكل مختلف عن السنه اللي فاتت. انبي اتم كام صفقه حتى هذه اللحظه؟ احنا تمينا 10 10 صفقات 10 صفقات، واعتقد ممكن نزيد 2 كمان لاخر في اخر لحظه يعني ان شاء الله. سمعنا الكابتن احمد كوشي طلب جناح، لعيب في مركز جناح، احنا جبنا رفيق كابو اعتقد، ولعب معانا حتى امبارح الماتش الودي، فاحنا عاملين صفقات كويسه، منهم لعيبه مميزه من القسم ممتاز بيه، لعيبه مميزه وهيبقى ليهم دور، زائد ان احنا برضو جبنا كام اسم، ان احنا جبنا رفيق كابو، جبنا مروان صحراوي، دي الاسامي اللي ممكن الناس تبقوا عارفينها شويه، جبنا صبيحه، جبنا اوفا، اعتقد يعني دي حاجه لعيب مميز وهيبقى ليه دور ان شاء الله كويس قوي معانا. فاحنا عاملين صفقات بس بنعملها في هدوء في الحقيقه. أيوة صح. ما بنحبش احنا الضجه الاعلاميه، لان انت برضو احنا نادي مش جماهيري حضرتك عارف يا كريم. صحيح. فبس الناس تملي بتحب ان هي تسمع اسامي كبيره، احنا ماشيين، انت مش نادي جماهيري، بس زي ما قلت لك منذ لحظات انه نادي انبي دايما متراقب من الناس كلها، انبي اللي كان بيطلع لعيبه عظيمه، انبي اللي كان بيجي له لعيبه عظيمه، انبي اللي كان بيصدر للانديه الكبيره لعيبه عظيمه، فطول الوقت العين على انبي حتى لو مش نادي جماهيري. وده حقيقي لغايه دلوقتي ده بيحصل يعني، احنا عندنا 4 في المنتخب، 2 او 5، 2 في الاولمبي و3 في منتخب الشباب. صح. الاهلي لغايه فتره قريبه قبل ما نبتدي، قبل ما نجدد اللعيبه دي كان عايزهم، مصطفى شلبي انتوا عارفين، ممكن في علي فوزي، في ناس كتيره مين جدا. مين اللي كان عايزهم الاهلي اللي هم الثلاثه منتخب الشباب؟ اللي هم مين؟ احمد نادر حواش ومحمد حمدي واحمد رج. ووصلت ارقام كبيره، بس احنا طبعا دول لاعبتنا اللي احنا، ودول اللي هيبقى ليهم الموسم اللي جاي ده ان شاء الله، افتكر الاسامي دي هيبقى ليهم مستقبل كبير. فاحنا حتى الاسامي او اللعيبه اللي احنا تملي بنطلعها طول الوقت، انبي ما بطلتش الموضوع ده على فكره يا كريم، حتى لو احنا
مستوانا ما كانش واضح قوي، بس طول الوقت احنا عندنا لعيبه من قطاع الناشئين، او حتى اللعيب مصطفى شلبي مش قطاع الناشئين، بس احنا عندنا عين كويسه ان احنا ممكن نكتشف نجم هيبقى نجم، بنجيبه بيبقى عندنا